الإخبارية. علي، ما المعلومات المتوفرة لديك بخصوص القتال العنيف الذي حدث اليوم في المزة، وهل ما زال متواصل إلى الآن؟ نعم، لا هو توقف الآن، هناك يعني هدوء منذ يعني الصباح الباكر، لكن الذي حصل أنه في المساء تقريبا يعني حوالي الساعة 10:30 تقريبا كان هناك يعني رشقات من أسلحة ثقيلة وسمعت دويها في أنحاء المزة يعني، واستمر تبادل، وهذه الرشقات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى. الذي حصل هو الانفجار الذي يعني دوى في مختلف أرجاء العاصمة دمشق حوالي الساعة 2:00 فجرا، تلاه انفجار آخر بعد تقريبا 10 دقائق. أيضا هنا حصل انفجار ثالث ورابع أيضا حوالي الساعة 3:00 فجرا، وانفجار خامس بعد الساعة 3:00 فجرا. إذا 5 انفجارات، وسمع يعني سمعت سيارات الإسعاف توجهت. أين هذه الانفجارات بالضبط علي؟ انفجارات يبدو أنها انفجارات يعني قنابل، يعني بالمنطقة المزة بالقرب من يعني منزل عاطف شوكت، لا نعلم إذا كان هو المستهدف بالتحديد، وبالقرب من فرع الأمن السياسي. يعني هناك هذا الطريق هو مؤدي لبيت عاطف شوكت، هناك برج يدعى برج التاه معروف يعني هذا، بالقرب هناك مول يدعى الكوين سنتر قريب من فرع الأمن السياسي، وهناك كان يعني يبدو أن الفرع الأمن السياسي هو المستهدف. طبعا كان هناك انتشار كبير يعني، وتم تحويل جميع السيارات والمارة، وكان هناك تفتيش كثيف للمارة، وسمع يعني وتم تسليط، وهناك يعني كان هناك طيران مروحية تسويط على ارتفاع منخفض. طبعا حوالي الساعة 2:00 فجرا منذ أن بدأت الانفجارات أصبح هناك تحليق للمروحية وتصليق للأضواء الكشافة، وهناك أنباء عن جرحى وقتلى ولم نستطيع معرفة عددهم بالتحديد. و يعني حوالي الساعة 4:00 فجرا استتب الأمر أو ساد الهدوء في المنطقة، لكن وصلتنا أنباء من مشفى المواساة أن هناك يعني قتلى وجرحى، لكن لا نستطيع تحديد العدد. نعم، طيب علي، هناك أنباء تتحدث عن خسائر في صفوف الجيش النظامي أثناء اشتباكه مع الجيش الحر، هل لديك معلومات بخصوص هذا؟ نعم، هذا ما نتكلم عنه، وهم في مشفى المواساة، ويعني أكد أكثر من عضو من إخواننا في يعني تنسيقيه وثوار المزة مشاهدة العديد من الأمن، القوات الأمن المستهدفة بالأمن السياسي والعسكري تحديدا، وهم يدخلون إلى مشفى المواساة، وتم رفض حوالي 7 سيارات إسعاف يعني من سوق الشيخ سعد وتوجهت إلى الفيلات الغربية. طبعا لم تكن تصدر أصوات سيارات الإسعاف هذا، لكن العدد كعدد دقيق لا نعلم، لأن نعم، مشفى المواساة هو مشفى محتل بالكامل من قبل أجهزة الأمن. نعم، شكرا لك من دمشق علي حسن، الناطق باسم شبكة شام الإخبار.